Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik SMK Waitasin Surabaya, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Hari ini waktunya pembacaan surah-surah pendek. Silahkan Al-Qur'annya dibuka juz 30. Membuka surah Al-A'la. Kita membaca bersama-sama. Namun sebelum membaca surah Al-A'la, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan harapan bacaan Al-Quran kita pada pagi hari ini menjadi nilai tambah amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله مولانا العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Disampaikan terima kasih, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.